انت موكل حدا؟ لا انا وكيل نفسي. اسمح لي بلاوي. تفضل. غوار بن مشعل الطوشي. نعم. الام مريم. نعم. تفضل. انت مين وكيلي؟ وكيلي الله. ونعم الوكيل. اسمحي لي بالهوي. تفضل. نورة بنت نورية هزي. النسب للأم؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضلي. شكرا. الوالد عبد الله. شو جاهزين؟ نعم شحن. قول معي يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضيت. لقد رضيت. أنا غوار بن مشعل الطوشي. أنا غوار بن مشعل الطوشي. أنا تزوج. أنا تزوج. من نورة بنت عبد الله هزي. من نورة بنت عبد الله هزي. بمعجل قدره. بمعجل قدره. قديش المعجل؟ ما بدي شيء. وات مختاري يا حلوة يا نورة يا عرق فصة في الكينينة. وات مختاري يا حلوة يا نورة يا عرق لك غوار؟ نعم. طالع بتشبه حمير الوحش. أنا؟ إيه بلبسوا بيجامات مخططة مثلك. يعني أنا هلأ البني آدم الوحش. ايه بتدخلي؟ ليلة. وين العروس؟ جوا عم تلبس. اوف هلا انتو ليلة الدخلة تلبسوا ولا بتشلحوا؟ لفة ولا يلعنك. قال اشتحى يعني. ويا عرق فصة في الكينينة. عدد المشاوي وهي عدد الليره. ها منجمع. ولك يا خال ليش هالتعب؟ انت مالك جامعهم؟ بلا خالي جامعهم، بس انا بحبك تطلع على الشارده قبل الورده. شنو مشان تكون بالصوره يعني؟ لا يا خال، اي شو انا بخونك؟ اللي جاب المحل هالقد، حصتك هالقد وحصتي هالقد وخلاص. ها طيب خالي، هون طالع معنا المبلغ 320 ليره. إذا قسمناهن على الآلة الحاسبة أو قسمناهن يدوي بيطلع للواحد 160 ليرة. ها أنا قايم لك ياهن على جنة. تفضل. معوضين. وعليك خالي، بالله يعدهم خالي. ليش مالك عددهم أنت؟ خلاص. طيب إن شاء الله بتخرجهم بالهنا يا خالي. يا خال بس يعني الأشهر الماضية كان مردود المحل من فوق 400 ليرة، الشهر الماضي نزل المردود ل 350 والشهر أشرت ل 320، شو السبب؟ لكن أنا ليش بدي إياك تطلع على الدفاتر؟ لحتى ما تستخوني ويصير زعل بيناتنا. لا يا خال، أنا استخونك، بس يعني عم بسأل من باب العلم بشيء. شوفت عينك يا خالي، الشغل دائر يعني، إن شاء الله لقدام بيتحسن. إن شاء الله إن شاء الله. بدك شيء؟ سلامتك خالي، سلم لي على مرت خالي. إيه ما بيصار. قالي لشوف مطول الليلة؟ لا خالي هلا بس زبط حساباتي أنا شوي بمشي. أصبح تعو جيب مرتك وتعو تعشوا عنا الليلة. نتشرف خالي. واتنسى تجيب أختي وبنت أختي. نتشرف خالي. الله معك يا خالي.
الله معك. لخال خود خلي هالمصاري معك، انت لازمك اكتر مني. خالي ما في لزوم والله ساترها. ولك يا خالي انت صرت صاحب مسؤولية ومصروفك 250-300 بالشهر لتقدر تعيشه. لك يا خالي بيكفوا، عم ندبر حالنا. فهمني شلون. ها لح فهمك شلون خالي. صاير انا خالي كل ما لزمني عم بنصل من الخمسمائة ليرة يلي عطتني اياهم مرتي التانية. هدول خليهم ليوم العوزة. امسيك انا مدخول المطعم عم بيكفيني، ولما الله بيفرجها باخذ منك. خالي خلص اذا لزمني بقلك. ايه بعرفك ما بتقول. لا بقول. ايه مثل ما بدك بخاطرك. الله معك خالي. مرأة خالي ايش دام. فهمها للخانم. ها انا بعرف شغلي بدون نكش شوي. حاودي ايه بطرقة رفسي بجيب خبرها. حبيبتي نورة انت عاوني من ورا تفشي من ورا وانا بعاون من قدام. يلا يا نبي عمري ما حطيت واطي لحمارة لحط واطي لنورة. الحق طول بالك شنو لسه ما اخدت عليك يعني. ها يعني لازم اشبع بهادي لتاخد علي. بطلت امشي. ها هيش ليش وقفت انت؟ نريح شوي شنو الحمولة كتير تقيلة. معك حق انا كمان تعبت. نحن ثلاثة عم نشتغل، ما حدا أحسن من حدا. إيوه يعني زراعة بدقني خلينا نتيسر بلا ما يروح علينا النهار. خلاص تنحت ما بمشي يعني ما بمشي. أنا مالي بني آدم، أنا حمار وكلمتي كلمة. طيب نفك ترتاح لك شوي. فك لحظة لا تفك بنمشي. أنا قلبي أطيب من قلبها. يعني رضيت؟ ماشي الحال. هات بوسي حلاوة الصلحة. شوفنا تعا من تاني طرف. نمشي حبيبي؟ روح يلا نورة. يلا حبيبتي. نورتينا مرتخي. تسلمي يا رب. تسلمي. تفضلي يعني مرت خاله. كمان قهوه مشان واجبي. هلا انا جاي اشق عليكم مو مشان تعملوا لي ضيفه وضيوف. جاي تشق علينا ولا على العروس؟ صار لهم 6 اشهر مجوزين وعروس. ايه بتضل عروس لحتى تجيب لنا تحسين الصغير. هاي معك حق فيها. يبعث لها الهنا. بتضل اكلي همي كل كم يوم بتقلي طمنيني شاشه نفسي. صحي شاشه. طمني لسه. لسه الله ما اذن. ماما غلي اللبن شو اعمل؟ تقبريني نوصي تحته. نوصت. علقي تحت الرز. بخاف يطلع لبه قريضه. لهلا ما بتعرف تفلفل صحن رز. عن اذنك مرتخي. اذنك معك حبيبتي. عنك عمتي. معلش تقبريني رايحه ورايحه على المطبخ. انت عدي مع ماما ما حلوه نتركها هيك لحالها. يلا فطينه. أمي طوعيني وقومي البسي. منقلن عنا زيارة ومننخطف أنا وياك شوي عالسوق. أمي إلك كم يوم بتقلي لي قومي عالسوق؟
شوفي بالسوق. بدي اقطع لك شقفة فستان بيكون لازم هيك. يا أمي يا أمي بإيش أحلف لك إنه مو لازمني؟ لك يا روحي ليه ما بتحكي لي؟ ليش بتخبي علي؟ خبي عليكي؟ إيش بدي أحكي لك؟ يعني مبسوطة مو مبسوطة؟ الحمد لله مبسوطة كتير. غريبة يو هلأ غريبة إنك ومبسوطة؟ يعني إذا عم بلزمك شي عم تشتهي شي وتحسين مو قدرته. بالعكس كل شي من أحسنه. يا لطيف شو قنوعة. امسكي امسكي هاي 25 ليرة. ليش هدول؟ حطيهم شنتايتك بلزمك شي بتشتهي لك شي تمرية جاتو يا أي شي. خي يا أمي ليش ما عم تصدقيني إنه مو لازمني شي؟ يا أمي لأنه أحوال المحل دائرة وأبوك خصص لك مصروف بالشهر 25 ليرة. خدي حبيبتي خدي. أمي أرجيكي شنتايتي؟ مبارح تحسين عطاني 100 ليرة مصروف. 100 ليرة مصروف ومنلو. قال من 500 ليرة اللي أخدها من مرته الثانية. إيه معلش هدنك خليهم مصمدي. خدي بقى خدي. خلص أمي ضبيهم مثل ما بدك. يا عيني شو الفنجين جداد؟ ايه مبارح تحسين جاب